أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. وربما وجهة نظر الإماراتيين لا أحد يصدقها ولا أحد يكترث لها، لكن من حيث التوازن ومن حيث أيضا معرفة الرأي الآخر، نقلنا لكم مقالا للإماراتية مهرة المهيري في الشرق الأوسط السعودية، ولوحظ أيضا أن الإماراتيين يحرصون على مخاطبة الرأي العام السعودي بأن فعلهم في اليمن ليس على الضد من الرغبة والإرادة السعودية، وإنما هو يتكامل معها، ويشرحوا وجهات نظرهم من خلال مقالات موجهة لوسائل الإعلام السعودية وأيضا للقراء السعوديين. نتابع. السعودية والإمارات معا لتحرير اليمن، ليس هناك خلاف بين الدولتين كما يبدو من العنوان. مهرة سعيد المهيري، تقف الحرب، هو مصفحات الرأي طبعا، تقف الحرب في اليمن على مفترق طرق مهم، فالتحالف الذي تقوده السعودية انطلق في مواجهة تهديد استراتيجي شبيه للمنطقة في حافتها الجنوبية، واستهدفت السعودية العمود الذي يستند إليه الأمن في منطقة الخليج من قبل إيران ومن قبل ميليشياتها الحوثية. هبت الإمارات استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقبل أن يستكمل الحوثيون سيطرتهم على بقية اليمن، كانت القوات السعودية والإماراتية وعدد من الحلفاء الآخرين قد أوقفت تقدمهم وحرمتهم من نشوة النسق، تأكيد على أن ذهاب الإمارات إلى السعودية بطلب من السعوديين أنفسهم. اليمنيون كانوا جزءاً أساسياً من الجهد العسكري الذي قاد التحالف، وفرضت الطبيعة الجغرافية وتركيبة السكانية والقبلية أنواعاً مختلفة من التحالفات. وبنظرة سريعة على مسارح العمليات نرى أن الانتشار السعودي كان في شمال اليمن حيث مركز ثقل الحوثي، بينما تحركت القوات الإماراتية في المناطق الجنوبية والشرق لتستثمر في حلفاء يمنيين كانوا القوة الرئيسية التي اندفعت لتحرير الساحل الغربي وصولاً إلى القرب من ميناء الحديدة. هي تفسر لماذا ذهب الإماراتيون الجنوب ولماذا ذهب السعوديون إلى الشمال. التوزيعات القبلية والسياسية والجغرافية في اليمن لم تكن اختراعا سعوديا وإماراتيا، وقائمة القوى اليوم وتشكيلاتها السياسية والعسكرية المختلفة تعكس حقائق كانت موجودة أصلا على الأرض. هو تنصل من أن الإمارات التي خلقت المشكلة، وتريد أن تقول أن المشكلة هي موجودة أصلا بين مفصليين جنوبيين وشماليين وحوثيين وما إلى ذلك. من هذه الحقائق أشياء صارت اليوم مسبباً لتسلل أصحاب المكائد. هناك قائمة من المشاكل بين الأطراف المختلفة، وقد عجزوا لحد اليوم عن فرضها على أطراف التحالف، لكنهم يسعون إلى خلق الإيحاء بأن ثمت خلافات داخل الحليفين الرئيسيين السعودية والإمارات، لن نقول جديداً إذا أشرنا إلى ارتباطات هذه الأطراف بمشاريع إقليم، ربما هي تشير إلى قطر. بعد سنوات الحرب الطويلة ينظر الحليفان الرئيسيان ليقدر بمن استثمر وما هي عوائد هذه الاستثمارات السياسية والعسكرية. ثمت مناطق تم تحريرها بالكامل من الحوثي، ومناطق ثانية يحاول الحوثي إعادة اختراقها بشكل شبه يومي منتظرا الفرصة، يتلمذ بالجيش الوطني في مالي، لكن مناطق أخرى يسودها الجمود وتثار علامات الشك حول القوى التي هي نظريا مسؤولة عن تحريرها. هذه القوى نفسها التي سكتت عن الحوثي وسخرت كل إمكانياتها الإعلامية ولسانها السياسي لمهاجمة التحالف مرة والإمارات مرات. ما بدأ باطنيا صار اليوم علنيا. تقديم الأمر على أن هؤلاء حلفاء للسعودية وأولئك حلفاء للإمارات يشوش على الصورة الأهم، وهي أن الرياض وأبوظبي لا تعملان لكسب الحلفاء على الأرض أو شراء الولاءات، ولكن إلى استرجاع الشعب اليمني لحقوقه التي سلبت على يد الحوثي وعلى يد المفسدين. الإمارات لا تسمح لأحد أن يمس باللسان أو فعل مقام السعودية كقائد للمنطقة، وبالمقابل يبدو أنها تريد من السعودية ألا تسمح لأحد أن يمس بالإمارة. هؤلاء المتهمون بالإنفصالية هم اليوم حراس الحرف الجنوبي لمنطقة الخليج ضد التمدد الإيراني الحوثي وضد الإرهاب. هل نستطيع أن نقول نفس الشيء عن القوى التي زرعت الفتنة من قبل وها هي تكرر الفعل نفسه بسبق وترصد؟ تريد أن تشير إلى الجيش الوطني في مأرب، وتشير إلى أن الإنفصاليين هم حليف للسعودية، أو تريد تسويقهم للسعودية كحراس للحد الجنوبي أو لجنوب الخليج. ما رأيك بهذه وجهات النظر المتعددة؟ أتينا إلى السعودية بطلب من السعودية نفسها، ذهبنا إلى الجنوب وذهب السعوديين إلى الشمال وفق طبيعة الأرض والجغرافيا والتقسيم السكاني. المشاكل في اليمن لم نخلقها نحن ولا السعوديون، وجدناها وهي من السابق، عجز اليمنيون عن حلها، وهذه هي المشكلة بالصورة، وليس لأن هؤلاء حلفاء للسعودية وهؤلاء حلفاء للإمارات. منطقية أم لا؟ في رأيي أنه كل هذا تبرير دعائي، هناك محاولة للتأكيد على أنه هناك تحالف سعودي إماراتي صلب، وأن موضوع عدن أو موضوع اليمن بشكل عام لا يؤثر في هذا التحالف الإماراتي السعودي.
هناك محاولة يعني تقديم المشكلة بأنها هي المشكلة يمنية يمنية نعم. أو أن الإمارات أو العامل الخارجي بشكل عام ليس هو الذي عقد هذه القضية. وأنا في تقديري أنه لو ترك الشعب اليمني يعني لخياراته الداخلية أعتقد أنه سينجح في تنظيم نفسه بسرعة، وأنه سيتمكن من إنجاح ثورته، وأنه ربما يستطيع بناء الدولة اليمنية من جديد. ويعني بغض النظر أن كانت يعني هذه الدولة يعني تعكس الأهداف الحقيقية، ربما هذا يعكس أيضا اختلافا بين الإماراتيين والسعوديين. الإمارات تقول هي مشكلة يمنية، والسعودية تقول لا هي مشكلة إماراتية يمنية. هل هذا جيد؟ على الأقل توصيف الطرفين أقصد أنه صحيح، هناك تباين في توصيف المشكلة على الأقل المشكلة الأخيرة. هو من الطبيعي أن يختلف توصيف الطرفين، لأن كلا الطرفين له مصالح مختلفة في اليمن عن الآخر. وبطبيعة الحال أنه يعني هذه اللحظة الإماراتية الاستثنائية كما أصنفها أنا، هذه الحالة تسمح لها بأن تسوق رؤاها لدى السعودية. وأغلب السياسات الإقليمية السعودية في الواقع يعني تأتي ربما باستشارة من الإمارات، أو ربما يعني بإعاز بطريقة ما أو بتفاهم بطريقة ما. لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أنه ملف اليمن في المرحلة المقبلة سيبدأ يثير مشكلات بين هذين الحليفين، خصوصا إذا يعني جرى أنه العامل الدولي بدأ يتفق على أنه هذه الحرب اللي في اليمن هي حرب عبثية، يعني لا يمكن أبدا أن تصل إلى أي شيء على الإطلاق. هذا الموضوع، تفتيت اليمن أو إضعاف اليمن أو خلق صراعات داخلية داخل اليمن، تعبر عن أفق استراتيجي ضيق جدا. لا يمكن أن يكون الملف اليمني بكل تعقيده وتركيباته وأهميته بالنسبة لشبه الجزيرة العربية أن يتم التعامل معه بهذه الخفة التي تتعامل بها الإمارات أو التي تتعامل بها السعودية. أنا أعتقد أنه الأطراف اليمنية بحاجة هي إلى أن تبلور إرادتها هي الشخصية أو إرادتها الوطنية لكي تحافظ على اليمن وعلى مصالح الشعب اليمني، وتحاول أن تقلص من تأثير العامل الخارجي، علما بأنه يعني ذهاب خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إلى لقاء مارك إسبر في أمريكا. أعتقد والكلام عن بداية أنه لابد من حل سياسي لهذه المسألة. الجميع يقول ذلك، حتى من فترة أوباما المشكلة اليمنية لا تحل إلا سياسيا، الجميع يقول ذلك. إلى أين الجديد؟ نعم، لكن الآن الكلفة على السعودية زادت كثيرا، صورتها تضررت كثيرا. أكثر من هذا، الحد الجنوبي للسعودية أصبح مستباحا، يعني الطائرات المسيرة الحوثية تقريبا بشكل يومي، والصواريخ بشكل يومي، ومدن الجنوب يعني كلها من قاعدة أبها، من جازان، كل هذه الأماكن أصبحت محلا للقصف، بل حتى شركة أرامكو نفسها بدأت تتضرر من هذا القصف الحوثي. المركز ربما على إذن أدوات النفط. إذن دعنا إذن نذهب إلى لبيب وحول ما الذي يتضح له من خلال هذا المقال، وجهة نظر الإماراتيين الذين يكرسون مقالاتهم وكتاباتهم للقول أن المشكلة هي بالأصل يمنية وليست يمنية إماراتية. هل هذا اتضح لك من خلال مقال لبيب؟ أم ماذا فهمت؟ لا، مثل ما قلت أن الإماراتيين يحاولوا أن يثبتوا هذا الأمر بأن المشكلة هي مشكلة يمنية لكي فقط يعطوا صورة لدى الرأي العام الدولي بأن نحن ليس لنا علاقة في الصراع الذي يحدث الآن. ولكن هم يغفلون أن الرأي العام الدولي هذا ليس مجرد أتباع بسطاء في الريف، هم ناس ومحللين سياسيين وعلماء في هذا المجال ويفهمون تماما ما يحدث على الأرض. كل الدول لديها مصادر للمعلومات، كل الدول يعني عندما يقول مثلا هاني بن بريك سيدي ومولاي فلان الفلاني محمد بن زايد، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هي مشكلة بأكيد ما يعني ذلك أنه هو الذراع الأهم لمحمد بن زايد في داخل اليمن. لا أحد يستطيع أن يصدق، أو لا أحد ممكن أن يصدق ما تقوله الإمارات. هناك مشكلة حقيقية بين الإمارات وبين لماذا السعودية. يحرصون على الأقل الإماراتيين لمخاطبة الرأي العام السعودي بأنهم مع السعودية في حلفها، أنهم أتوا أصلا لمساعدة السعودية، أو يمنون على السعودية بأنهم أتوا أيضا ليس من مصلحة الإمارات في الوقت الحالي أن ينكسر هذا الحلف، لا في داخل اليمن ولا في غير من الدول اليمن ولا من الدول الأخرى. ليس من مصلحة الإمارات أن ينكسر هذا الحلف إلا بعد أن تستوفي جميع أغراضها التي جاءت إليها إلى اليمن. الإمارات لا يهمها حتى أمن الحرف الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وإلا كانت دفعت بالقوات التابعة للجيش الوطني للتقدم إلى صنعاء في حينها. لا يهمها ذلك، وإلا كانت أعطت جزء من سلاحها الذي مدت به المجلس الانتقالي
لجيش الشرعية. لا يهمها ذلك، وإلا كانت استخدمت نفس التكنيك والتكتيك العسكري الذي يستخدمه الحوثي. نعم. الحوثي يستخدم نعم. طائرات سيئة. لماذا تستخدم يا طائرات؟ نعم. من خلال لماذا لا تستخدم طائراتها الحية ضد القوات يا أخي الكريم؟ كيف للإمارات أن تخطئ استهداف الحوثيين في صنعاء وفي دمار وفي تعز وفي جميع المناطق؟ يعني كيف لها أن تخطئ طوال 5 سنوات وتضرب المدنيين وتقتل الأطفال والنساء في المحافظات الشمالية وحتى في تعز وعدن؟ وكيف لها أن تجيد التصويب عندما يتعلق الأمر بالجيش الوطني؟ أليس نفس الطيارين؟ أليست نفس الطائرات؟ أليست نفس القذائف؟ نعم لبيب، إذن من خلال هذا الخطاب، الخطاب الإماراتي أو على الأقل المتباين مع الخطاب السعودي الذي ينأى بنفسه عن الصراع ويقول أنه صراع يمني إماراتي على الأقل في الضربة الأخيرة، هل هناك تباين أم ربما هناك تطابق بين الإماراتيين والسعودي؟ أنا أخبرك الآن بأن لا من مصلحة، ستؤكد السعودية على أن لا خلاف بينهم، وستؤكد الإمارات أن لا خلاف بينهم، الجميع يهمه أن يبقى في ضمن هذا التحالف حتى وإن كان شكلي، الجميع يهمه. هدف السعودية من ذلك هو أن لا تتخلى الإمارات عنها في الوقت الحالي، وإلا ستصبح الحرب حرب سعودية يمنية، وستصبح صورتها أمام العالم أسوأ من ذلك، وسيصبح من حق الحوثي أن يستورد السلاح لكي يدافع عن نفسه، لأنها أصبحت حرب دولة لدولة ليست تحالف، لم يبقى مع السعودية إلى الإمارات. ومن مصلحة الإمارات أن يبقى هذا التحالف لكي تنهي مخططها في السيطرة على جميع الأراضي في المحافظات الجنوبية. نعم. لبيب ناشر عبر سكايب الباحث والناشر السياسي، شكرا لك، وأنقل لك نظرك إلى أمجد. بالفعل هناك تباينات بين الإماراتيين والسعودية، لكن سيحرص الطرفان على البقاء في ضمن التحالف. أنا في ظني الشخصي أن العلاقة السعودية الإماراتية ستبقى إلى حد ما متماسكة إلى نهاية إدارة الرئيس ترامب. إذا رحل الرئيس ترامب، أعتقد أنه سيحدث ترتيب مختلف للمنطقة، وبالتالي سيحدث إعادة ترتيب للدور الإماراتي وأيضا حتى للدور السعودي. وأعتقد يعني أنه المشكلة الآن في اليمن وتباين وجهة النظر في الجنوب ليست محطة مهمة للإفتراق بين الطرفين. هي محطة لإظهار بدايات الخلاف، والناس ستدرك بالتدريج أن هناك اختلافا بين الإمارات والسعودية، لكنها ليست كافية لإنهاء العلاقة الإماراتية السعودية. هذا ينتظر تغيرا في العامل الخارجي. خليني أؤكد على ضوء كل هذا النقاش، العامل الخارجي أساسي في تأجيج الصراع اليمني. يعني العامل الخارجي لو كان محايدا أو كان على الأقل يعني يدعم فكرة حوار أو يدعم عدم استهداف المدنيين لكنا وصلنا إلى نتائج مختلفة كثيرا. لذلك هذا الصراع الذي في اليمن هو ليس صراعا يمنيا، في الواقع هو صراع إقليمي بالوكالة عبر أدوات محلية، والإمارات هي التي خلقت. بالفعل هو بين إيران والسعودية، الآن نقول بين الإمارات والسعودية، إذن كثير تتقاطع وجهات نظرهم في اليمن، لم تعد فقط بين السعودية من جهة وإيران من جهة. هذا صحيح. الآن العمانيين ربما يدخلوا على الخط ولديهم مجلس انتقاء أو مجلس جنوبي على الأقل، لأن هذا صراع إقليمي، فكل طرف إقليمي يشعر أن له مصلحة مثل سلطنة عمان أو مثل مثلا السعودية لابد أن تتدخل في هذا، تحاول أن تفرض مصالحها. دعني أقول شيئا مهما تعليقا على كلام الأستاذ لبيب. استهداف المدنيين اليمنيين لا يمكن أن يكون أبدا خطأ، يعني احنا في حالات الحروب مقصود، يعني هذا شيء مقصود. اذا لم يستطع الطرف العسكري الذي يهاجم ان يحقق اهدافه، فانه يلجأ لضرب المدنيين لكسر إرادة المقاومة ولكسر الخصم. يعني هو يريد ان يكسر الشعب اليمني عبر استهداف اليمنيين، يقوي من الحوثيين اذا حسبنا الامر من هذه المسألة. عموما وهو موضوعنا، العلاقات الإماراتية السعودية انت تتفق انها هناك تباين بالفعل، لكن ليس كافي للطلاق الباين. هناك تباين نعم، لكن يعني هذا التباين سيتطور وربما يحدث بعد ذلك نقلة في العلاقات السعودية الإماراتية للخلف، كما مثلا في وقت من الأوقات كانت العلاقات السعودية القطرية جيدة، وفي وقت من الأوقات كانت العلاقات الإماراتية مثلا مع مصر الإخوان سيئة جدا. العلاقات العربية تتقلب، والسعودية والإمارات ليست استثناء من هذا الكلام أبدا. نعم. مجد جبريل المحلل السياسي والكاتب والباحث، شكرا لك على وجودك معنا هذا المساء. أيضا نشكر لبيب ناشر الباحث وناشر سياسي اليمني من نيويورك. أشكركم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من اليمن والعالم، ونرصد في أهم التناولات الإعلامية الإقليمية والدولية بخصوص الملف اليمني وأيضا الملفات الإقليمية ذات الصلة. في أمان الله.